السلام عليكم، مريم وكريم من دوبات الكشاف التطوعي فرع تبراوت. اليوم عندنا نشاط ديال الطفل، نشاط بشراكة مع جمعية فيستيفال تيفاوي، وشرف لنا أننا نشارك معهم هذه السنة. وحنا الحمد لله المنظمة ديالنا الفرع ديال تبراوت يلاه دابا عام باش تأسس، وديجا درنا بزاف ديال الأنشطة، درنا فرقنا الحوايج على الفئة المهمشة في المغرب كامل ماشي غير في المنطقة ديالنا اللي هي فئة ديال المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة. عفوا، درنا نشاط ديال أسكاس أمازيغ وركيمن، درنا تدريب، درنا الزراعة وديال غرس ديال المشاتل في شهر 3 في مهرجان اللوز. وحنايا الحمد لله كنديروا النشاط ديالنا تقريبا السادس كنديروا من بعد عام، هذا هو لانيفرسير ديالنا، عيد ميلاد ديال الفرع ديالنا. وهذا النشاط اليوم تنهديه لجميع الاطفال ديال المنطقه، ماشي غير امل، لجميع اطفال ديال تبراوت كامله.